تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور. آمين. إحنا نذكر هون أحد الأفاضل اللي أعطاكم عمره واللي من غير اليوم كان يحضر الندوات في بيت لحم رحمه الله. طبعا إحنا زي ما كنتوا تتكلموا قبل هاي الندوة إنه في عنا زي بقول مار بولس في رسالته إلى أهل تسالونيقي شمال اليونان: لا نريد أن تجهلوا ما يختص بالراقدين لئلا تحزنوا كمن لا رجاء له. وشو آخر نؤمن نقول: وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. الآن بصراحة خلينا نقولها على بلاطة، ممكن ناس يقولوا: يا عمي أنا لا أؤمن بشيء بعد هاي الحياة، خلص فيش إشي. زي خلينا نرجع للمفكر الفرنسي العبقري باسكال، إذا بتسمع عنه بليز باسكال. شو بقول بليز باسكال؟ عنده نظرية، إذا بتحبوا تسجلوها عندكم، الرهان. الرهان براهن، بتراهن على وجود الله. مثلا بقول لك: هل الله كائن أم لا وجود له؟ على فكرة في عنا عبارة دائما بيحكوها خصوصا باللهجة المصرية: ربنا موجود. الله، الله مش موجود. موجود يعني واحد أوجده. موجود هو اسم مفعول، لازم نقول الله كائن، يعني موجود يعني في حدا أوجده، ولا لا؟ بس هو قصد إنه كائن. بفهم عربي، بفهم. إذن إيه؟ الله كائن، الله حاضر، هذا القصد. طب إذن شو كنا نقول؟ رهان. رهان الفيلسوف الفرنسي العظيم بليز باسكال يقول: الله، أنت تراهن أنه لا وجود له، وأنا أراهن أن له وجودا. إذا أنت بتقول حاشا وكلا لا وجود لله وطلع فيه الله، هاي راحت عليك، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك هنا أخذت سلبا موقف اعتباطي شامل، اللي حتى أكبر أعداء الكنيسة عمره ما اتخذوا، اللي هو إذا بتسمع عنه فولتير. فولتير هذا كان، مع أنه كان من تلاميذ اليسوعيين، كان من أكبر أعداء الكنيسة، وكان يقول: لنسحقن الشنيعة. الشنيعة يعني الكنيسة الكاثوليكية، إكرازون لانفام. ولكن هو نفسه شو كان يقول؟ ديو سي نيكزيستي با il faudrait l'inventer، إن لم يوجد الله فيجب اختراعه. يعني إنه لازم يكون في وجود لله، النتيجة اللي توصل إلى أرسطو. لولا كلمة الله لارتكبت ملايين الجرائم كل يوم. كيف؟ لولا كلمة الله لارتكبت ملايين الجرائم كل يوم. كل يوم وكل لحظة، نعم، لأنه الله هو إيه؟ الرادع والضابط. وعشان هيك شو بقولنا أحد المفكرين، تثبيت للي تفضل فيه أبو جمال، إنه إنكار وجود، الإنكار لوجود الله يأتي غالبا بعد إنكار الوصايا العشر. يعني بعد ما يصير رفض للوصايا العشر بيصير إنكار لوجود الله. ليه؟ لأنه لما أنا بدي أتصرف زي ما بدي، مين اللي بدايقني؟ حاشا وكلا وجود الله. إذن هاي رهان باسكال، لباري دو باسكال. نفس فولتير، هذا عدو الكنيسة اللدود، شو كان يقول؟ Le monde m'émerveille، كمان هذا حافظها عن غير، et je ne puis songer que cette horloge existe إن بوان دورلوجي، يعني إن العالم يدهشني ولا أستطيع أن أفكر أن هذه الساعة، يشبه العالم كله بساعة،
أن هذه الساعة موجودة من غير ساعاتي. كيف الساعة مضبوطة؟ تمشي كأنها ماشي لحالها، بس هل هاي عملت حالها لحالها؟ طبعاً لا. العقل المدبر اللي خلاها تمشي كأنها لحالها. تتذكروا قبل كنا كل 24 ساعة نعبي الساعة، هلا لحالها بتمشي ولا معها خبر فيك. شايفين؟ بيشبه فولتير عدو الكنيسة يشبه العالم بإيش؟ بساعة. وطبعا الطبيب فيكم والصيدلي سابقا والأم والأب بيعرفوا إنه جسم الإنسان سلسلة من المعجزات لا تعد ولا تحصى ومضبوطة بشكل لا يتصوره عقل. وحتى يبدو انه الهرمونات او بعرفش ايش تتصل مع بعضها ب يعني في الاخر بكون شكلها زي صليب بعرفش كيف الاعصاب. نعم هاي مره بنجيب لكم اياها من الانترنت. اكل اذا بنرجع لموضوعنا اللي بقول لا شيء بعد الموت يعرض حاله في رهان سلبي اللي لا توجد فيه إلا الخسارة. أما اللي بقول أترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي يثبت إنه في فرق بينه وبين الحيوانات. يعني خلينا نقولها بالعربي، ما هو الفرق بيننا وبين العيد منكم الحيوانات إذا كل شيء عندنا إحنا ينتهي بالموت؟ عشان هيك مار بولس بيكتب لم أهل تسالونيقي تنسوش المقلب اللي أكله في أثينا على الأكروبول على الأريوباغوس لما بدأ يحكي عن الأناستاسيس قيامة الأموات صاروا يضحكوا عليه زي ما يقولوا بالبجالي كحمشوا على ظهورهم من الضحك وقالوا له يا أبو الشباب ترجع غير مرة الأربعة هذا القديس أريوبايوتس اللي هو القديس ديونيزيوس أنو قديس؟ قديس ديونيزيوس الأريوباغيوس يعني اللي كان من وجهاء الأريوباغيس. على فكرة ديونيزيوس اسم أساسه وثني لأنه ديونيزيوس معبود الخمر عند اليونان عند الإغريق القدماء هيو صار قديس وصار عنا قديس ديونيزيوس. طبعا يقابل مين يقابل عند الرومان باخوس اذا اله الخمر عند الاغريق ديونيزيوس وعند الرومان باخوس. على فكره كنيسه اللاتين في اثينا جنب السندغما هناك على ايدك اليمين هي ايوه هي ايش في شارع هوميرو شارع هوميرو وهي كنيسة القديس ديونيسيوس وانبنت أي سنة؟ انبنت سنة 1500 إذا كنيسة اللاتين في نعم كنيسة اللاتين 1500 انبنت بالضبط. ولما رحت آخر مرة على اليونان شفت إنه بيرمموا فيها. طبعا بديش أقول لكم شو المأساة إنه لحد الآن في اليونان الكنيسة الكاثوليكية غير معترف فيها ككنيسة. نعم من ناحية الدولة من ناحية الدولة. طيب على كل حال طيب بدناش هلا ان انطلقنا من القديس ديونيزيوس. احنا اذا نرجع لموضوعنا انه احنا لسنا مثل الاغريق القدماء اللي ما كانوش يامنوا بقيامة الموتى. على فكرة يبدو انه معظم شعوب الارض كانت تؤمن بأنه في إشي بعد الموت. بس مش هذا موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم باختصار موضوع رعوي أنه بصراحة السبب الرئيسي لوفاة صديقنا الله يرحمه هو التدخين الزائد. التدخين بالضبط النرجيلة والسيجارات زي ما بتعرفوا الأرجيلة أو النرجيلة يعني هي على الأقل 20 سيجارة إذا مش أكثر. يمكن هون هاي طبيب الناس بيكونوا 40 من 20 إلى 40 سيجارة.
شو النقطة اللي بدي أوصل لها الآن من الناحية الرعوية؟ الناحية الرعوية الكنيسة فعلاً يعني هاي كان أرثوذكسي فاضل، ما فيش عنا نص في الكنيسة يمنع الناس عن التدخين، ولكن في عنا نص بشكل عام موجود في الوصايا العشر. شو بقول هذا النص من الوصايا العشر؟ لا تقتل، لا تقتل غيرك، وأيضا إيش؟ لا تقتل نفسك. التدخين هو إحدى طرق قتل الإنسان لنفسه، واليوم مجبورة شركات التبخ في البلاد المتحضرة إنه تحط إعلان على كل علبة سجاير: انتبه التدخين يقتل. النقطة الوحيدة اللي بدي أوصل إلها حتى بعدين نفتح المجال للحوار، إنه طيب هاي البدع بتمنع التدخين وبالتزم. خلينا بس عن التدخين اليوم، هل البدع تمنع أول شيء، هل الكنيسة تمنع تسمح بالتدخين أو تشجع على التدخين؟ لا. هل الكنيسة تشجع على التدخين؟ لا. هل الكنيسة تشجع على السكر؟ طبعا لا. هل البدع تمنع التدخين؟ نعم. خلينا نشوف بصراحة ليش، وهنا أقسم البدع إلى قسمين: قسم بدع غير مسيحية تدعي المسيحية أو يتوهم أتباعها بحسن نية إنهم مسيحيون، زي بدعة شهود يهوى، هذا يقول لك ممنوع الدخل. وبعدين في بدع تانية قسم منها مسيحي وقسم غير مسيحي. منع شهود يهوى للتدخين ليس منعا، خلينا نقول فيه نزاهة، زي ما بقولوا باللهجة الريفية الفلسطينية، مش كلكانين في صحة الناس ولا بحياة الناس. الدليل لو انه بهمهم حياة الناس بسمحوا لهم ياخذوا دم. شوف شو القصة، قول لك انت ممنوع تاخذ دم، لا ممنوع تدخن لانه التدخين بضر صحتك، وممنوع تاخذ دم مع انه الدم بينقذ حياتك. كيف بتصير هاي؟ فيش منطق. اذا في عندنا سوء فهم لا سفر التكوين فصل 9 آية 4، وإذا بحب أبونا برضو يشوف في أعمال الرسل فصل 15 آية 21 عن الدم اللي الرسل قرروا إنه مجاراة لليهود المسيحيين ما يأكلوه مع الذبائح، يعني كيف برضو طريقة الذبح الحلال الإسلامية بصفوا الدم، نفس الفكرة. كويس، فهموا غلط هاي النصوص زي ما قلنا تكوين 9-4، وأيضا زي ما قلنا أعمال الرسل فصل 15 آية 21 وتابع. انتوا شايفين معي انه ما فيش منطق، بقول لك ممنوع التدخين. طيب خليك معي، مش بقول لك ممنوع التدخين، ممنوع التدخين لأن التدخين بضر صحتك. طيب نقل الدم ممكن ينقذ حياتي، ليش تمنعني؟ بنفس المنطق إذا التدخين بضر صحتي، صح؟ نقل الدم بفيد صحتي وممكن ينقذني من الموت، هاي عندنا طبيب وجراح كمان ولا لا؟ 70% من العمليات على الأقل في الماضي كان يتم بنقل الدم، ولليوم بكرة بطلبوا وحدات دم. إذن ما هو السبب في منع البدع للتدخين؟
لما انت بتدخن يا دكتور تصرف مصاري، ولما بتصرف مصاري بيطلع كتاب لمؤسسة برج صهيون للمراقبة، تضرب ايدك على جيبتك، ايه ما فيش، لانك اشتريت وقت دخان، والدخان كل ما له بيغلى. لقيت النص ابونا حنا؟ كويس. ماشي زرائك ينون تحكيهم شوف كتا بالعربي كولين توس فيه سودس أبتوروكي 15-21 كتا فان سابطو لا هو من قبل أبونا 18 اقرأ لنا دكتور. معلومة عند الرب منذ الأسل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. يعني انه اليهود عفوا الوثنيين اللي بصيروا مسيحيين بدناش نتقل دمنا عليهم ونفرض عليهم الشريعه المساويه الخارجيه. تفضل ابونا. لذلك بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. هاي انه ما ياكلوش عندهم حيوانات مخنوقه ويمتنعوا عن الدم. شو يعني عن الدم؟ زي طريقة اليهود كوشير، أيضا بالإسلام الذبح الحلال. كيف؟ 15-20 نعم نعم 15-20 نعم. إنه إيش؟ إنه يصفوا الدم وما يأكلوه مع اللحم، لأنه قبل كانوا يفكروا إنه الحياة في الدم. قبل كانوا يفكروا إنه الحياة. طيب إذا نرجع للفكرة اللي بدي أنهي فيها كلامي بعد إذنكم. البدع لا تمنع التدخين، مع الأسف بقول الحكي، محبة بالناس من ناحية اقتصادية، على أساس إنه لما أنت بتدخن تصرف مصاري، بيطلع مثلا عدد من برج صهيون للمراقبة لأنه هذا هو اسمه الأصلي. بدك ما انت اشتريت كذا بكيت دخان، هاي راح مصرياتك، أو بدل ما تشتري 10 نسخ تشتري بس نسختين ثلاثة لأنك بتدخن. هذا هو السبب، لأنه إذا بتهمهم حياتك منطقيا، إذا بتهمهم صحتك إيش منطقيا، لازم يسمحوا بنقل الدم. وما تزعلوش، في إحدى الدول الأوروبية أيضا تأييد من المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، منعت شهود يهوى من الدخول على تلك الدولة، حطت عليهم شرط لازم تسمحوا بنقل الدم. ووقتها في هذيك الدولة انجبروا وسمحوا بنقل الدم. في دولة أخرى من أمريكا اللاتينية، الدولة ضد الكنيسة، كل إشي اسمه كنيسة الدولة تصادر ممتلكاته. مثلا تعرف في هذيك الدولة 80% من البشر، إذا مش 90% من البشر كاثوليك، الكنيسة الكاثوليكية الدولة أخذت كل شيء من الكنيسة الكاثوليكية. كوبا، المكسيك. المكسيك. ومش بس هيك، اللبس الكهنوتي ممنوع في المكسيك، لا يحق للكنيسة أن تملك شيئا في المكسيك. فشو عملت بدعة شهود يهوى؟ ما بتسمي حالها في المكسيك إنها مؤسسة دينية، بتسمي حالها مؤسسة ثقافية. مجلة برج المراقبة بتغير عنوانها، ما بتصلوش في اجتماعاتهم، ما بصلوش، لأنه إذا بصلوا هاي صاروا مؤسسة دينية، معناها الدولة بدها تحط إيدها على ممتلكاتهم. وزي ما قلنا، شو مثلا برج المراقبة أو غيرها، شو بسموها بالإسبانيولي ديستريبوسيون دي كولتورا، يعني توزيع أشياء ثقافية. شوفوا أمانة الكنيسة، الكنيسة بتقول لكل حكومات العالم إحنا كنيسة، بدكم تاخذوا اموالنا خذوها. بتقول لي طيب يا ابونا العروس هون بتسالني، بتقول لي طيب شو بعرفك يا ابونا بهالقصص هاي كلها؟ انا ورثت مره
توبين من كاهن مكسيكي. كاهن مكسيكي أجا على فلسطين على القدس بده يتعمق في الكتاب المقدس، فصل توبين منيح، فجأة استدعوه على المكسيك، بقدرش يأخذ التوبين معاه لأنه في المكسيك ممنوع الزي الكهنوتي زي في تركيا مثلا، ممنوع الزي الكهنوتي وعشان هيك أنا ورثت، والخوري عايش الله يخليه، ورثت منه هذين الثوبين. وبعدين لما اطلعت أكثر على تاريخ شهود يهوى اللي معظم شهود يهوى ما بيعرفوه وما بيعرفوا كتبهم القديمة شو موجود فيها، عشان هيك بيخفوها خصوصا صهيونيتها وتناقض تعاليمها مع تعاليمي. أنهي كلامي، الكنيسة تمنع كل ما يضر صحة الإنسان، ولكن الكنيسة مش مستعدة تتطفل على حياة الإنسان، صح ولا لا؟ يعني تصور إذا الكنيسة بدها تحرم منها كل إنسان بدخن، مش حكمة. ليش؟ إنه الكنيسة بتترك هامش، أما هدولاك إذا بشوفوك دخنت سيجارة بحرموك خلص، تقطع من الجمعية تبعتهم. ليش؟ لأنك خالفت أهم شيء من هالجمعية. شو أهم شيء؟ الهدف من تأسيس هاي الجمعية مصاري. فيش إشي في مؤسسة شهود يهوى كمؤسسة إلا المصاري، بيع الكتب والمجلات وتوزيعها من قبل أعضاء. وشكرا لإصغائكم، تفضلوا.